معقول يا نشوى هتعملي كيك بدون دقيق ولا حتى حليب وكمان من غير زبدة؟ معقول، اصل احنا في زمن الاختراعات، شايفين عاملة ازاي هشة وقطنية. وعايزة اقولكوا ايه الارتفاع ايه من هنا لغاية السقف. تعالوا نشوف عملنا كيك ده بايه النهاردة. بس قبل ما نبدأ في فيديو النهاردة، وما تنسوش تدعوا لي دعوة حلوة من قلبكم ولكم بالمثل، ونبدأ مع بعض ونقول بسم الله. جبت معايا الصينية الحلوة ديت، ممكن طبعا احنا عايزينها هنا تكون مفرغة بالشكل ده، ممكن نعملها في اي صينية عندنا. لو انت ما عندكيش الصينية المفرغة دي، ممكن تجيبي اي صينية وتضيفي لها كوباية من النص مقلوبة طبعا، وتعملي لها طبقة من الزيت زي ما انا بعمل كده بالظبط، هتديكي نفس النتيجة. بس خلي بالك، انا عايزة الصينية اللي هنشتغل فيها تبقى عميقة كده لجوه، علشان الكيك بتاعتنا النهاردة هتبقى مرتفعة جدا جدا. هنعمل طبقة من الزيت، وكمان هنجيب معلقة من النشا ونبتدي نعمل لها كفر كده، بحيث ان هي ما تلزقش معنا. هنروح بقى للخطوات بتاعتنا، وركزوا معايا كويس جدا علشان الكيك ديت محتاجة تركات معينة كده تعمليها. انا معايا 5 بيضات، خمس بيضات دول لازم يبقوا بدرجة حرارة المطبخ، يعني اوعي اوعي تطلعي البيض من التلاجة وتشتغلي بيه، هتديكي نتيجة سيئة جدا. بتفصلي البياض عن الصفار، وتبتدي تجيبي المضرب بتاعك الحلو ده وتضربي في البياض مدة لا تقل عن 15 دقيقة، لحد لما يبقى شبه الكريم شانتيه اللي انت شايفاه معايا كده، ويبقى قوامه كمان تقيل ولونه شبه التلج كده شوية. بتجيبي الصفار وتنزلي بواحدة واحدة لحد لما تختفي خالص، او لما تختفي تنزلي باختها على طول. ما تقلقوش، انا يعني متأكدة من صحة البيض، لان انا عارفة ان ممكن حد يقولي ده الصفار ماله عامل كده ليه. لا، ده عيب في انا، وانا بكسر البيض هو الصفار عمل كده معايا وانا بفصل البيض عن البياض. حلو كده. بعد كده بنجيب كوباية من السكر البودر، وضروري نستخدم سكر بودر. هنعمل هننزل بنفس الطريقة، حبة في حبة، ونضرب حبة في حبة، وتضربي لحد لما تخلصي الكمية كلها وانت محافظة على نفس اللون ونفس القوام اللي احنا عايزينه. نروح بقى نضيف رشة بسيطة خالص من الملح، وكمان هنضيف معلقة كبيرة شوية من الفانيليا السائلة. دايما بقول لكم استخدموا فانيليا سائلة، لان هي بتفرق معاكم في الطعم، وغير كده وكده انا عايزاها تقضي على زفارة البيض خالص. بقلب تقلبتين بالمضرب الحلو بتاعنا، ونيجي للمكون الاساسي اللي انا فعلا اتفاجئت ان ممكن كيك تتعمل بالنشا. قلت يلا جربي يا نشوى، جرب. بس اهم حاجة وانت بتضيف النشا هنا يكون منخول. غير كده وكده احنا بنضيف النشا بالتدريج، يعني احنا هنستخدم كوبايتين، الكوباية الواحدة بنقسمها على من 4 لـ5 مرات، يعني تفضلي تضيفي حبة في حبة حبة في حبة، وتروحي عاملة تقلبي التقليبة ونص، يعني تلفي لفة وتقسمي بالنص كده، لفة وتقسمي بالنص لحد لما تخلصي الكمية خالص. نفس اللي عملناه في الكوباية الاولى هنعمله في الكوباية التانية من النشا. احنا كده الخليط بتاعنا بقى جاهز ومية مية. في الوقت ده الفرن بتاعنا بيبقى شغال على درجة حرارة 200 من اول لما نبتدي شغل. بنصب بقى الخليط دوت في القالب بتاعنا الحلو ده، وتدخل الفرن على درجة حرارة 200 على الرف الاوسط مدة لا تقل عن 40 دقيقة، وما تفتحيش عليها الفرن. طيب امتى افتح عليها؟ قولوا مثلا بعد 30 دقيقة كده تفتحي الفرن، تتأكدي ان هي استوت بعصاية بقى شيش طاووق، تعملي لها كده تيست، هتلاقيها كلها طالعة نظيفة، يبقى الكيك بتاعنا بقى جاهز. الحقيقة انا اتفاجئت بالنتيجة الرائعة دي، ما كنتش متخيلة ان هي تنجح. انا كنت بجرب بيني وبينكو، يعني قلت نجحت مفيش مشكلة، نزيع ما نجحتش اهو عملناها وأكلناها ومش مشكلة. قلبتها بقى، وعايزة اقول لكم وانا بقى بقطعها كده شايفاها، يعني عايزة اقول لكم شايفين الارتفاع عامل ازاي؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ولا من جوه يا جماعة لما تشوفوها دلوقتي وانا بقى بقطعها، حاجة كده سفنجية وهشة بطريقة فظيعة، هشة جدا جدا، وبيضها فوق فوق الرائع. انا كده خلصت فيديو النهاردة. لو شايفين ان انا دايما بقدم لكم محتوى هادف ويستحق ان انتوا تشجعوني، شجعوني بلايك كتير وشير كتير، ومنشنوا اصدقائكم اللي بيحبوا التجارب الجديدة. بحبكم جدا جدا، اشوفكم بكرة ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة مع مطبخ نشوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.